السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا أهلا بأحلى متتبعين ومتتبعات. اليوم إن شاء الله أنا عندي وعدي، وعدتكم بأنني غنتقاسم معكم نهار اللي قلت لكم باش نتقاسم معكم الخرشوف والقوق مخزنين لمدة سنة، كلكم قلتوا لي شاركي معنا، واليوم لبيت الطلب. شوفي المتتبعات ديالي الغزالات، الناس الزوينة اللي تقالت عليكم خفافت عليا. اليوم غنتقاسم معكم هادشي بجميع الاسرار ديالو. ناجح 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 مليون في المية، ديريه وانت مطمئنة على ضمانتي. يبقى لك عام نهار اللي تشهاي وتقطع من الاسواق، ولا مثلا نهار اللي يجيوك الضياف على غفلة وما يكون تلقاي هادشي موجود عندك، راه بلا ثلاجة بلا مجمد. لان سبق لي قلت لكم الخرشوف ديال المجمد راه زيرو البنات، عن تجربة كيبقاو فيه غير هاد السلوكة هادو اللي كتشوفو. ها هما هادو اللي كيكونوا فيه لداخل هما اللي كيبقاو، كيجي خايب. المهم ما تنساوش اختكم وبنتكم اللايكاتكم، كيف ما انا ما ناسياكمش نهائيا باي طلب طلبتوه ليا. كنترجاكم انكم يعني فضلا منكم وليس امرا ما تنساونيش من اللايك والبارطاج ودبلوا لي التعاليق، جزاكم الله كل خير. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. البانيو اللي غنقرمي فيه كندير فيه هكا الحامض، لان كتعرفوا ان الخرشوف كيكحل هكا. نعصر هكا، ورانا درت الليقات باش ما يكحلوش يديا، رغم انني دائما والاغلبيه ما كنديرهمش. هادشي علاش دائما كتشوفوا ضفاري تيكونوا كحلين بالخرشوف والفوق، ولكن حيت ما كنعرفش نشقاه بهم ولا ما كنعرف. المهم هاد الخرشوف البنات راه ديال البلاد ديالنا تبارك الله، حنا اللي زارعينو. هانتوما النقيه ديالو ساهله، ها الجلفه بالنسبه للمبتدئات غير كتجريها بالموس كتبعك كتحيدي هاد الجوانب، كتجي هنا الراس وكتبقاي ديري هكا، كيبقى يتبعوك هاد الخيوط هادو اللي كيكونوا من الفوق، وهاد الجلفه هادي ولا هاد القشره هادي. صافي ميزات المبتدئات، باش ما نطولش عليكم هنا لانني باغا نشرح لكم الطريقه الصحيحه ديال التخزين ديالو. صافي نكمل الخرشوف ديالي بحال هكا كامل هكا، نقطع القياس اللي بغيتو يعني الطول اللي بغيتو نتوما، قطعوه بحال هكا هكا ورمي هنايا في هاد البانيو هذا. يلا ندير واحد الكميه، انا ما غاديش هادشي كامل باش ما نطولش عليكم، تنديروا بوحدي على خاطري، ندير معكم واحد جوج قريعات هكا. المهم هو نشارك معكم الطريقه ورجع معكم ان شاء الله. هنايا غسلته وعاودته وعاوتاني درت ليه حامض جديد وخليته في هاد الماء محمض بحال هكا. هنا غنجي مباشره ان شاء الله للقراعي ديالنا اللي كتكون عقمتوهم من قبل البنات. الناس اللي عندهم لافيسيل يديروها يديروهم على اعلى درجه حراره، راه كيتغسلوا وكيتعقموا في نفس الوقت. الناس اللي ما عندهمش كيحطوا واحد الكميله ولا كوكوت وكيعمروها بالماء كيديروا فيها القراعي بحال هكا حتى الغطاء حتى هما، وخليهم بقى يغلي 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 فيهم الماء، ومن بعد كتجبديهم ما تقيسيهمش بيدك من الداخل، كتخليهم هكا على شي منيدي البيتين هكا حتى الصباح حتى كيتسقطروا على خاطرهم. هنا انا درت واحد الدوائر ديال الحامض اللي بغى يجي باش يجي هكا باش ما يكحلش ويتكسد وصافي، يدير هاد الدوائر هادو. وهنا غادي نجي نبدا نستف نوقف هكا الخريشفات ديالي ياك بحال هكذا. راه قلت لكم البنات مجربه غادي ينجح معكم ويبقى معكم الخرشوف لمده سنه كامله حتى نهار توحشوه ويتقطع في الاسواق وكتلقاوه تبارك الله بحال هكا تخضروا بها هكا طويج ناس ديالكم. وغنقول لكم على واحد القضيه زوينه، هنا بعد ما عمرت هكا تعمروا القريعات ديالكم غادي نجيب الماء غير من الروبيني ياك ونكب، وضروري خاص الماء يكون طالع على الخرشوف، ما يبقاش الخرشوف مهزوز على الماء، لا خصو يكون هكاك. وهنايا غندير واحد شويه د الملح بحال هكا، ما نقويوش باش ما يجيش تيطعن بالملحه. هنا كنقبط اي خل عندكم، وورق المطبخ اولا كلينكس اولا، كنفزقو غير شي شويه هكا بالخل وكنعقم ليه الفم ديال القرعه بحال هكا ياك، واحد الخبيطات خفاف كيطلعوا هاد الفقاعات اللي كتشوفوا بحال هكا، حتى كنتاكد بان ما بقاش فيها الهواء، ونزير بحال هكا ونحط. نفس الشيء غنديروا مع هاد القرعه هذه، نفس الشيء كذلك انا عمرتها ندير الماء حتى يطلع على الخرشوف، ما يبقاش الخرشوف بلا ماء بحال هكا. ندير شي شويه ديال الملح، ها هو الراس ديال المعلقه بحال هكا، ونضغط نخبط هكا شي شويه. هانتوما شوفوا الفقاعات، شوفوا الفقاعات اللي كتطلع. صافي ونسد ونخليها. دابا نوريكم كيفاش ديروا لهم في الكوكوط. هنا كتقطعوا واحد الكوكوط كتفرشوا فيها واحد السربيته باش ملي يكونوا كيغليو وما يبقاش يتبقبقوا بحال هكا ويطرطقوا لينا القريعات ديالنا. صافي وكنهزهم ونحطهم هنا بحال هكا، وتنجيب
الماء ياك، وتنكبو هنايا في هاد القراعي حتى كنوصل كنفوت النص، يعني نخلي غير الثلث اللي خاوي، يعني نفوتو من النص بواحد شي شويه. ندير الغطايه وندير الصفاره ياك، ونديها فوق البوطه ونخليها في البوطه على نار اللي كتكون في الاول مجهده. مجرد سمعوني البنات المبتدئات، مجرد ما تبدا الصفاره غدور كتنقصوا شي شويه النار، ما تخليوهاش عاليه غير متوسطه، وتحسبوا 5 دقائق فقط. 5 ديال الدقائق كنكرر، 5 ديال الدقائق فقط. علاش غير 5 دقائق؟ لان حنا الغرض ديالنا هما القراعي يتحكموا في الاغلاق ديالهم، وما يعني ملي كيطيبوا هكا في الكوك، يعني ملي كيداروا هاد القضيه في الكوكوت القراعي كيتحكموا كيتسدوا، هي باش نهار اللي كتحلهم كتجي تحلي القرعه كتسمع دارت بق. وما بغيتش انا الخرشوف يطيب عندي، بغيت شويه يبقى قابط راسو، يعني فقط ديك 5 دقائق. علاش؟ باش نهار اللي كتجبديه وتبغي تاكليه ديريه في الطاجين ديالك اولا، يقبط يعني يطيب مع القوام ومع المريقه ومع التوابل، يعني يكمل الطياب ويجيكم شارب العطريه، ماشي يجي نطيبو انا دابا بزاف ونهار اللي نبغيه ونحطو على الطاجين يجي غير في حله مسلوق. ردوا لهاد النقطه البال البنات، من 5 دقائق صافي نطفي عليه، نخلي الكوكوت حتى كتبرد تماما. كنجبدهم ديك الساعه بحال هكا، من بعد ما بردوا كنجي لواحد السريبيته، الله اكبر، كنجي لواحد السريبيته وكنحطهم هكا مقلوبين، خليهم هكا حتى كيبردوا بالمره. صافي بهكا. واحد القضيه غادي تلاحظوها، ملي كتجبدوهم طفيو وتجبدوهم تخليو يدفاو وتجبدوهم الكوكوت، غتلاحظوا بان الغطايه ديال القراعي ديالكم بانها بومبي، يعني بحال دايره واحد الكعبوب طالع، ولكن بمجرد انكم ملي كتحطوها تخليوها تتبرد، شنو كيوقع لديك الغطايه؟ كترجع وكتبوط لتحت. ملي كتشوفوها نزلات الغطايه ولات بحال شي حفيره هنايا نزلات لتحت، صافي كونوا متاكدين بالطابع على انه تحكم الاغلاق ديالها، وهكا يبقى معكم في البلاكار الى ما يفوق العام، كيبقى هكا كما هو، ما تيتغير ليه لا لون لا طعم لا حتى شي حاجه، حتى النهار اللي تتشهوه وتجبدوه صحتكم راحتكم، ويمشيو مباشره للقوق اللي حتى هو نفس الطريقه مع اختلاف غير في مده الطهي. هنا البنات رجعت معكم، سبقتكم نقيت القوق، ولكن ما غاديش ننسى البنات المبتدئات اللي ما تعرفوش ينقيو القوق، وسبق لي شاركت معكم هذه الطريقه، غنديرها معكم بعجاله. اول حاجه كتقرطي القوقة، كتحاولي تزولي ليها هاد الوريقات الاولين هادو، تحاولي تنقصي منها هكا، تبقاي تابعاها طق طق هكا في غاده هكا، حتى كتبدا تنقص وريقاتها ياك هانتوما. وكنجي هنا وكنقطع هكا، كنجي هنا وكنقطع هكا باش ما تشدش ليكم الوقت وبقاي تابعاها ورقه ورقه تما جلستي. صافي قطعها هكا، كنحيدو هذا اللي ما عندنا به غرض ياك، وعاد كنفينيوها، نحيدو هاد الجهه اللي كتكون قاصحه، ونبقى نمشي الموس وانا تندور فوق في يدي، لان كاين شي سيدات ما شاء الله الله يعطيهم ربي طول العمر والصحه، قالوا لي شي مهمات، قالوا لي انا بنتي رانا كبيره وكيشهمني القوق. صافي كنبقاو هنا ندورو الموس مع هاد الريوس اللي كيبقاو لينا الخضر عاصين، وحنايا كنفينيو بحال هكا ياك، ما نخليو حتى شي بلاصه فيها الخضوريه. صافي، وكذلك هنايا الفوق نحاولوا نزولوا هذاك اللي كيكون قاصح. الموس كنخشيو هنايا في هذا الشعر هذا، وحنا كنتحسوا وفي نفس الوقت كندوروا القوقه في يدينا، ها هو كيزول كامل، ساهله القضيه، وما تاكلوش في القوقه بزاف، حيت كاين اللي كتبقى دير حتى ما كتخلي في القوقه حتى شي حاجه. رجعت معكم البنات بعد ما حكيت يعني غسلت القوق، كناخذوا كذلك قرعه كيف ما قلنا قبيله اللي كتكون معقمه ياك، كما نفس الطريقه، وكنبقاو ندخلوا القوق ديالنا هكا، رميو القوق هنا وكنحاولوا انه نديروه كيشوف لتحت باش يبقى باش يعني القرعه تهز لكم القوق، سمحوا لي القرعه تهز لكم القوق بزاف ياك، حيت الا درتوه تيشوف الفوق راه ما غاديش يهز لكم القوق بزاف. صافي، شوف هادي واش غتدخل، ما غتدخلش حتى نديرها شي قرعه اخرى، ها هو درناه هنايا ياك، كذلك ومثال كنعمروا عليه الماء حتى كيفاض عليه يكون طالع على القوق، وندير الملحه ها هي، وندير واحد المعلقه صغيره ولا غير صغيره ديال الخل بحال هكا، نفس الامر نمسح الفم هنا نعقمو بالخل. صافي، كذلك ومثال ندير هكا حتى كتطلع ديك الفقاعات ما يبقاش فيه الهواء، ونسد مزيان، ونفس الامر نديه للكوكوت، نسد عليه وندير الصفاره، نخدم النار مجرد ما تبدا تصفر الصفاره
غادي تحسبوا ليه من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، ماشي بحال الخرشوف. الخرشوف قلنا 5 دقائق، انا كنخا كنعاود الهضره غير باش الكل يسمع ويستافد. 5 دقائق في الخرشوف، وهنا من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. كذلك ملي تفوت 20 دقيقه طفيو البوطه، غير دفى الكوكوت كتجبديها بحال قراعين اخرين وتخليها. ملي كدفى كتخرجيها كتحطيها هكا على الفم ديالها حتى كتبرد تماما، وراه هكا يبقى عندك في البلاكار ديالك حتى هو صالح لمده عام ما يطرى ليه والو. وكان هذا هو الفيديو البنات اللي تقسمته معكم، طرق الطريقه السهله مهله اي مبتدئه ديروه بهكذا. استغلوا محدوده برخاص وموجود الخرشوف تبارك الله في الاسواق غير هو قبل ما يعصى ويبدا ويولي قاصح. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا وكذلك لبيت الطلب ديالكم. شكرا لكم، يا ربي ما تحرمونيش غير من لايكاتكم. كنقول لكم دائما فقط كتشجيعا منكم ودعم منكم اللي تشكرون عليه بطبيعه الحال. عواشركم مباركه ان شاء الله، الله يدخل عليكم هذه العواشر بكل ما تمنيتوا يا كريم. هنا الفيديو ديالنا غادي تسالي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.